القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد اول درس؟ القسم الرابع شرح الاصول الثلاثه، شرح اسئله القلب. الخامس الخاتم، بسم الله. الاول مسائل الاربع. نعم. والثاني مسائل الاربع هي سوره العصر، علم وعمل دعوه وصلاه. الثاني مسائل الثلاث، ولا بد ان تفرق بين المسائل الثلاثه وبين الاصول الثلاثه. المسائل الثلاث تاتينا، الله خلقنا ورزقنا من تركنا. طيب الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ الرابع شرح الاصول الثلاثه، والخامس ختم الله لنا ولك بالتوحيد. انا ما بيني وبين احد اعداء ان شاء الله، انا اريد اخواننا نتعاون نخرج من هنا بفائده. طيب اوقف، ممنوع الكلام. ما هي الأسئلة الخمسة؟ سؤال الأول هذه أقسام، لا تتكلم، خليك واقف، تعيد عليه أنت. لا لا خليك واقف، تعيد أنت يا أخي. أنا أهتم كثير الذين على المتكئين، هذا متكئ يعني مرتاح. أي شيء أخذناه اليوم في الدرس ولا أي فائدة أبدا، وين فائدة واحدة؟ نعم لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا؟ الله يفتح عليك. معرفة الأصول الثلاث. أي نعم. اجلس. معرفة الأصول الثلاث. نعم، ما هي الأصول الثلاث باختصار؟ السؤال القضاء. الله يفتح عليك، بعدين. الكل يسأل، ما عندنا شيء. نعم. أي فائدة؟ نعم. أي فائدة أخذناها اليوم؟ طيب من يعد لي الأسئلة الخمس قبل الدراسة؟ أسئلة خمس قبل الدراسة. إيش عندكم؟ عندكم كتابهم؟ لا توقف توقف. نعم، ما هي؟ ما هو التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني. أهمية خلاص، هذا الأول، اجلس، من يعرف السؤال الثاني؟ نعم. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المثل مثلا الصلاة الثلاثة أمام الطلاب؟ نصيحة نصيحة العلماء. نعم. والسؤال الثاني الأصول الثلاثة باختصار السيف القضاء. الرابع. الرابع هذا الثمرة، الثمرة، ما هي الثمرة؟ ما هي الجائزة؟ لأنه كثير من الطلاب قال أريد جائزة آخذ من الدراسة هذه، ما هي الجائزة؟ الجائزة قلنا إجابة عن أسئلة القبر. نعم. ثم ثم الذين عملوا القول الثالث. السؤال الخامس ما هي الأصول، ما لا تحتوي الأصول الثلاثة. محتوى الأصول الثلاثة، فتح الله عليك. فتح الله عليك. من يذكر لي فهرسة الأصول الثلاثة، محتوى الأصول الثلاثة. والبقية هذا ليس معي. إخوانا ما راح أحدث في الدراسة. نعم يا أخي. المسائل الأربع. المسائل الأربع. المسائل الثلاثة. والأسئلة الثلاثة. مسائل الثلاثة. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة. شرح الأصول الثلاثة. ختم الله لنا ولك. طيب من يقرأ لي مقدمة الأصول الثلاثة؟ مقدمة فقط. مقدمة الأصول الثلاثة. نعم. نعم. كتاب الأصول الثلاثة. بسم الله الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. اعلم رحمك الله. قل قال المؤلف أحسن. قال المؤلف رحمه الله. اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله. بدأ يا أخي اسمع اسمع إلى تأليل. سمى أولا بدأ بالبسمة.
ثم دعا للطالب يدعو لك. هذا فيه المؤلف يرغب ان كل خير لحق الطالب. نعم. يجب وجوبا. نعم لزاما. نعم. تعلم هذه الاربع مسائل والعمل بهن. طيب فتح الله. هذا الدرس الاول، انا ابدا بالاصول الثلاثة. ما هي المسائل الاخرى؟ الان اخذها. سبحان الله. نعم نعم. المسألة كلها؟ ما حتكلم فيها. العلم العمل به والعمل الدعوة الصبر الأذن. هذه المسائل الأربع سورة العصر. ما الدليل على المسائل الأربع؟ سورة العصر. فتح الله عنك. إذا لابد أولا أن تتعلم. تعلم تعمل. وإذا لم تعمل أول من تسعر بالنار نسأل الله السلامة والعافية. عالم تعلم العلم ولم يعمل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد المثل. هتف العلم بالعمل، العلم ينادي العمل يكسر العمل، يقول تعال نريد عمل، فإن أجابه رد عليه وجاب، وإلا ارتحل لا علم ولا عمل. لا الله المستعان. عندي سؤال، لو جاءك إنسان قال اسمع أنا أخاف أتعلم وما أعلم، طيب ماذا تصنع؟ قال لا أتعلم حتى لا أعاقب على ترك العمل، ماذا علي؟ تقول لا لا شعر توكل على أحسن، تكون جاهل هذا الأحسن، تتعلم ولا تعمل. ها ماذا ما تقولون بهذا؟ جاءوا قال لك قال أنا ما أريد أتعلم، لماذا؟ قال إني أخاف أتعلم ولا أعلم، فأنا لا أتعلم حتى لا أعاقب إذا تعلمت على ترك العمل. ماذا تقول لهذا؟ بسم الله. هو واجب عليه العلم وواجب عليه العمل. الله يفتح عليك. فإن واجب عليك أن تتعلم وواجب عليك أن تعمل. ثم عندنا ناقض من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام عشر، منها الإعراض عن دين الله بالكلية. لو أعرض عن دين الله كافر، لا تعلم لا توحيد ولا صلاة ولا غير، هذا مسلم. الإعراض عن دين الله بالكلية، إذا هذا هو يريد أن يصل إلى هذا، إذا ناقض من نواقض الإسلام. صح؟ نعم. فتح الله عليك. إذا أول لابد تتعلم أي علم. العلم واجب، أوجب من واجبته التوحيد، ثم بعد هذا يعمل، ثم بعد هذا يدعو دعوة إلى الله. طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد هذا يصبر، يصبر على الله. ماذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالصبر؟ ماذا أراد؟ الصبر على الأذى. صبر على الأذى لأن قريب الدعوة شاق في مشاقة. لا فتح مالك هذا صح جزء من الإجابة، لكن هو ما أراد فقط الدعوة، أراد أن تصبر أولا عن علم. فهمت؟ تصبر على ماذا؟ على العلم. تصبر يقول تحفظ صوت هذا، قل سمع وطاعة، تدرس وتحفظ كتاب التوحيد والصلاة وتحاضر، اصبر والشافع رحمه، اصبر على جفوة معلم فإن العلم في زهرات. قال إذا غضب عليك المعلم هذا العلم، اللي يغضب عليك هو محب لك. فهمت؟ بعد السوريين يقول يرحم اللي بكاني وبكي علي، ولا يرحم اللي ضحكني وضحك الناس علي. صح؟ واحنا عندنا نقول من دبق حبك، من دبق حبك، اللي شد عليك صح ويحفظ وراجع ولا تتكلم هذا محب لك. اما لو قلت ما شاء الله شيخ الاسلام انت روح لا تحفظ ولا تسمع،
ولا تدعوا هذا هل يحبه؟ لا والله ما يحبه. صح قال اصبر على جفوة المعلم اصبر. اي نعم لازم تذوق مرارة شوية حتى ترى الحلاوة بعدين. تصبر على ماذا أولا؟ على العلم. طريق بالله تظن بالعثيمين رحمه الله لعب تظن أنت أي أنت تظن بالعثيمين رحمه الله يعرف الكورة؟ ها؟ لا والله ما يعرف الكورة. كان الأولاد يلعب الكورة ويمر بين محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هو صغير يقول محمد تعال محمد تعال يا عبان والله اكتب عصير شو ابن سعدي شيخ الشيخ بن عثيمين شيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله ما يعرف اللعب ما يعرف الا المسجد والمزرعه يعمل مع والده صبر. بن باز تظن يعرف اللعب رحمه الله شيخ الاسلام يعرف الصحابه يعرفوا اللعب لا والله رجال صدقوا ما عهد الله عليه. تصبر أول علم فجيت طالب المسافات وصل إلى هنا ها ناخذ درس قال تعبان ها وصلنا الساعة 2 بالليل هذا يبغى يصبر؟ صح تصبر أول علم ثم تصبر على العمل ثم تصبر على الدعوة صحيح مثل ما قال الشيخ طريقة الدعوة طريق شاب أنا أخذ قال لا مشاكل أنا أبغى مكان مريح ما في مشاكل. نعم فإذا سمعت هذا في الدنيا بإذن الله تجيب على نفس القبر. هذا المسائل الأربع. ما الدليل على المسائل الأربع؟ من يعرف؟ دليل على المسائل الأربع. نعم يا أخي سورة العصر وهي والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر ولله سبحانه وتعالى نقسم بما شاء المخلوقات وليس لنا أن نقسم إلا بالله ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك إن الإنسان لفي خسر استثنى من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات عنه وتواصوا بالحق دعوا وتواصوا بالصبر صبر. ماذا قال الشارع عن هذه الآية؟ هل معنى هذا أن الشافعي رحمه الله يقول ما نريد نزول شيء من القرآن؟ لا 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 هو قال أن هذه السورة واحدة تكفي إتمام الحجة على الناس. أي أحد من الناس تسأل مسلم أو كافر أي واحد تسأل هل تريد أن تذبح أو تساق إيش يقول؟ يقول أنا أذبح صح حتى الكافر صح نعم سبحان الله كافر تسأل تريد أن تذبح أو تساق إيش يقول؟ يا أخي يريد الربح والخسارة كافر يريد الربح لكن هو في عمله ما يريد الربح خاسر صح نعم إذا قامت الحجة على الناس مع كلام الشارع بهذه السورة فقط عن غير من السورة القرآن كل حجة نعم اجلس. طيب البخاري ماذا قال؟ البخاري نعم باب العلم قبل القول والعمل. اخواننا ما حد يتكلم من طلاب العلم احنا ما احنا في حراج طالب علم انا ما يتكلم الا باستعداد صح الجن هم جن ما صنع فلما حضروه قالوا جن قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لماذا يقول هذا الكلام؟ لماذا يقول ستجدني إن شاء الله صابرا واحد ولا أعصي لك أمرا اثنان. لماذا يقول هذا؟ يريد أن يقبل في مرافقة هذا العام. قال أنا أعرف أداب طالب العلم أنا أعرفها صابرا ولا أعصي لك أمرا. هذه أداب طالب العلم صابرا ولا أصبر ولا أعصي لك أمر طبعا لا أعطي المخلوق